ميزات عصر اليوم هي كثرة التخطيط. بدنا نخطط لكل شيء ونحسب كل الحسابات ونرسم الطريق كامل قبل ما نبلش نمشي ونضمن كل النتائج مسبقا. بس الحياة مش هيك، مش طريق مرسوم وانت بتسلكه. الحياة هي خطوة خطوة، وإيمانك هو اللي بينور لك خطواتك وبترسم طريقك مع الله انت وماشي. مهم تحط هدف لحياتك، بس ما فيك تضمن تحكمك بالأمور. في ناس مش رح تبقى حدك طول العمر، وفي اشياء ممكن تنسرق منك بلحظة. بيبقى إيمانك هو الضمانة الوحيدة، هو اللي بيمشيك بخطى ثابتة، لأن طريقك بيصير شخص بتتبعه وما بتضيع. بالإيمان بتعرف إنه يسوع هو الطريق، طريق الحياة، هو الحياة بذاته. لهيك تسلك طريقك أنت ومطمئن.